عليكم جميعا، وكل سنة وانتم طيبين. هو الموضوع بتاع النهاردة اللي هو التوبركلوزز. التوبركلوزز كان اسمه قديما القاتل الصامت. ليه قاتل؟ لأنه هو كيلر طبعا. الصامت لأنه كان بيبقى البرزنتيشن بتاعه كوف بس، والفيفر لو جريد، يعني بتبقى ممكن تعدي، وبتبقى بالذات بالليل نايت فيفر أكتر، وكحة ممكن لو واحد سموكر تعدي معاه، بس كانت بتبقى كرونيك كوف، فكان للأسف بتفضل فترة لغاية ما تعمل ديستراكشن لللانجز، والبيشنت يدخل في ريسبيتوري فيلير أو يدخل في هيماتوجينوس توبركلوزز وبعدين دايت. ده المنظر الشهير بتاع عيان التوبركلوزز. البيشنت بيبقى واضح إنه السوشيو ايكونوميك كلاس بتاعته بتبقى لو، هو منتشر مع المجتمعات البافرتي والكراودنس، العشوائيات للأسف حاليا بقى، المناطق الحروب والمخيمات اللاجئين طبعا وارد قوي يكون فيها منتشر التيوبركلوزز. فالعيان بيبقى اندر ويت بتاع التيوبركلوزز مع الكحة، بيحصل له لوس اوف ويت، يعني جاست البرزنتيشن بيبقى كوف ولوس اوف ويت، فعشان كده بيتسلل ببطء شديد، كرونيك كوف طبعا، والعيان بيبقى فعلا لوزنج ويت من غير ما يبقى عارف السبب. التيوبركلوزز كان اقترن اسمه بشخصيات شهيرة، على رأسهم طبعا نيلسون مانديلا، كان معروف ان هو كان جاله تيوبركلوزز يمكن عشان سجن فترة طويلة، فبعدين تعافى منه، يعني هو بعدين كيورد. من الأمثلة اللي هي الكيورد من التيوبركلوزز برضو مشهور كان رئيس وزراء باكستان كان اسمه محمد علي جناح، وكان برضو جاله تيوبركلوزز بس دايد منه. كان هو أساسا سموكر، وكان نجلكت اي تريتمنت، وكان فيري بيزي وكده. فده اكزامبلز يمكن، لانه في امل، اتس اكيورابل ديزيز اذا البيشنت التزم بالتريتمنت، والتريتمنت بتاعه طبعا بيبقى فتره طويله، فعايز يبقى البيشنت الادهيرانس للتريتمنت بدرجه عاليه. كان زمان برضو من ضمن برضو الحاجات اللي كانت مشهوره، لو حضراتكم تفتكروا، كانت قصه روايه مشهوره كان اسمها غابه الكاميليا، وكانت البطله برضه كانت الولاد دان، وكانت البطله دايد من اللي كانت في 1930ات الاربعينات كده، يعني لو حد ليه في الروايات، وكانت دايد كانت من الكافينج اوف بلاد، اساس كان المنتشر ساعتها الكيلينج او الكيلر الانفكشوال ديزيز ساعتها كانت تيوبركلوز. حتى في مصر كان انتشر في الفتره الطويله في عهد الملك فاروق، وصى بان هم يبنوا تعتبر اسمها ايه، سناتوريوم او مصحات لعلاج الدرن، اللي هي موجوده حاليا اسمها مستشفيات الصدر في مصر، على راسهم طبعا العباسيه. ولو تلاحظوا المنظر كانت عباره عن قصر وجناين كبيره جدا، لانه كان العلاج ساعتها بيعتمد على الجو الصحي وعلى النيوتريشن، ويدوا البيشنتس بيض ويدوهم بروتينز، والايزوليشن طبعا كانت بره القاهره زمان، طبعا دلوقتي بقت طبعا منطقه من وسط القاهره، لكن زمان كانت على مسافه بعيده، وزيها برضو زي مستشفى الصدر في حلوان، وحتى في المحافظات كانوا بنوا بقى، لانه كان ساعتها مصر انديميك في التوبركلوزس، وكان على مستوى العالم يعني كان منتشر كده، فكانوا بيعزلوا البيشنتس في المصحات دي بعيد عن الناس، وجاست الصن والاكل الكويس واكسجين وزرع ويتمشوا، وكان البيشنت بيقعد في المستشفى طول الفتره الطويله لغايه ما يخف او يعني يضايد. فكانوا بيعملوا لهم حتى مسرح، يعملوا لهم حاجات مهنيه، يعلموهم حرف، لان الموضوع كان بيطول لغايه ما البيشنت مع الجو الصحي والبعد عن الناس عشان ما يعدهمش، والاميونتي بتاعته بتبتدي تتحسن، بيبقى فايتنج التوبركلوز وهو سلولي بروجريسيف ديزيز، بياخد فتره لغايه ما البيشنت يتغلب عليه. تمام. انا بس اللي حابه الفت نظركم ليه المنظر بتاع الزرع والخضره والشمس، على اساس انها عكسها بقى الكراودنس والمناطق العشوائية ومخيمات اللاجئين اللي انتشرت دلوقتي في قطاع يعني بلاد عزيزة علينا في الوطن العربي، ده بيئة خصبة جدا لانتشار التوبركلوزس. بعد كده ابتدوا يكتشفوا بقى الدراجز لعلاج التوبركلوزس. كان أول حاجة اسمها الفيرست لاين دراجز، أول دراجز استخدمت، بس كانت بتطول العلاج بتاعها، بيفضل لغاية سنتين. بعد كده حصل بقى طفرة، واكتشفوا السكند لاين دراجز اللي هي كان بدايتها انتي بايوتيك ريفامبيسن، واستخدم بعد كده بقى العلاج، وخلى العلاج بيستمر لمده 6 شهور بقى، ما فيش السنين اللي كانت قبل كده، وابتدوا الناس يبقوا ادهرنت اكتر، فابتدى الاحتياج لان هم يتحجزوا في المستشفيات السناتوريوم او مصحات علاج الدرن ابتدى يقل، فابتدت الناس تاخد التريتمنت وجو هوم. التريتمنت كان افكتيف
والبيشنت ممكن ان هو بس ايزوليشن في البيت ويبقى له الحاجات اللي بيستعملها لوحده، ولكن ياخد علاجه في البيت عادي. فابتدى الاحتياج لان البيشنت يتعزل الحاجات دي بطلت، حتى ابتدوا حتى يأجروا الملاعب ويدوها النوادي وكده بعدين يعني، لغايه ما حصلت مشكله. المشكله عامه في موضوع الانتي بايوتيك ريزيستنس، في كل الانتي بايوتكس بما فيها الانتي تبركلوز تريتمنت لها ريزيستنس. فابتدينا نقابل مشكلتين تحديدا من اواخر التسعينات لغايه دلوقتي، المشكلتين دول قائمتين، وهم دول بيأخروا اي اراديكيشن. المفروض التي بي كان يبقى اراديكيتد زيه زي السمول بوكس، زيه زي الانفكشوال ديزيز اللي ظهرت زمان، لانه ليه فاكسين. يعني الفاكسينيشن بروجرام اللي كان قوي جدا وقدر يخلصنا من البوليو ويخلصنا من الام ام ار الميزلز مامبس روبيلا، فشل في ان هو يخلصنا من التيبركلوزز لغايه دلوقتي. ليه؟ لانه حصلت مشكله. اولا هو مختلف عن الباقيين، الباقيين بيدوا لونج لاستنج اميونيتي، لكن التيبركلوزز البي سي جي تحديدا بيدي اميونيتي قليله 5 لـ7 سنوات. دي حاجه. الحاجه الثانيه انه في مشكله حق الانتي تيبركلوز تريتمنت كمان، الاميونيتي بتاعته ما هياش لونج لاستنج البي سي جي فاكسينيشن، بلس ان الانتي تيبركلوز تريتمنت هي كمان يحصل لها ريزيستنس. فابتدينا نلاقي الاول كانت ريزيستنس لواحد منهم فقط، واحنا الانتي تيبركلوز تريتمنت عددهم كبير. بعد كده دلوقتي في انواع من الريزيستنس للانتي تيبركلوز تريتمنت، فابتدوا يعملوا ريسيرش لادويه جديده لعلاج التي بي، هو يعني اصطلح باسم الدارن او السل. الادويه الجديده ابتدينا ندور في الجراف القديم، يعني ابتدينا نرجع للفيرست لاين تاني، يعني اللي هو كان اختفى وكانت مثلا البارا امينو ساليسيليك اسيد، كان البيشنت بياخد حفنه من البرشام، الدوز بتاعته عاليه جدا وكان بيعمل جاسترايت. ابتدينا نرجع للحاجات دي في محاوله، وابتدوا يعملوا رساله جديده لمحاوله لتحجيم التوبركلوزس. لكن الى اخر للقضاء على الدرن عملات WHO ممتد الى 2030، والله اعلم هيستمر لغايه امتى. حصلت مشكله ثانيه انه غير الريزيستنس ابتدى يظهر بقى ديزيزز بتهاجم الاميونيتي زي الايدز. فالاميونيتي لما ضعفت، لانه الايدز كمان بيشتغل لما بيهاجم بيهاجم السي دي 4 تي اتش دي كلاس من التي اتش 1، فلما بيهاجمها هي دي اللي معنيه بالتعامل مع التوبركلوزز اصلا السي دي 4. فبالتالي انت لما بتهاجم السيلز دي، فإذا البيشنت ما بيقدرش ابدا ان هو لا يتغلب على التوبركلوزز ولا انه ما يحصلش انفكشن بيه اصلا. فده يمكن اللي خلى الحاجه اسمها ريسيرجنس اوف تيبركلوزز، ابتدت نلاحظها فتره تانية بعد ما كان. يبقى اذا المنحنى بتاع التوبركلوزز كان شاهد فتره عاليه جدا في 1930 و1940 و50، بعدين ابتدى يقل شويه، السبعينات ابتدى يقل الكيرف، بعد كده ابتدى يرجع تاني. فده اللي معنى اسمه ريسيرجنس اوف تيبركلوزز. تمام. فاذا احنا بنتعامل مع chronic specific inflammatory infectious diseases highly infectious disease caused by mycobacterium tuberculosis. هو يوجوالي بياخد اللنج، عشان كده البلمونري tuberculosis تربع على العرش للاسف، بياخد 70%، وان كان بيروح للاذر بارتس اوف ذا بودي بنسبه 30%. وبيقال برضو انه حتى لما بياخد الاذر بارتس اوف ذا بودي بياخدهم secondary للبلمونري tuberculosis، لكن في اللبن بينقل الجاسترو انتستينال تيبركلوزز، الليمف نودز بتيجي عن طريق البلد. فالاذر بارتس اوف ذا بودي بتشمل الليمف نودز، بعضها فيتال زي مننجايتس، تيبركلوس مننجايتس، انكيفالايتس، جينيتيورينري، وبيعمل انفيرتيليتي وبالذات في الفيميلز او الميلز، لكن الفيميلز واضحه قضيه التيبركلوزز والافكشن اوف فالوبيان تيوبس، بياخد الجي اي تي. فلكن هو مازال بياخد البلمونري باكثر الثلث. ال دبليو اتش او قالت تقريبا تلت العالم، إذا كنا بنتكلم على 7.5-8 بليون، فإحنا عندنا تلتهم عندهم التوبركلوزز. ده رقم ضخم جداً إنه التلت يبقى عندهم التوبركلوزز. طب ليه مش بنشوف التوبركلوزز في كل اللي حوالينا بقى، واحد من كل ثلاثة؟ لأنه للأسف معظمه اسمه latent tuberculosis. latent tuberculosis معناها الكامن، اللي هو مستني بس فرصة لغاية ما immune system of the patient بتقل لأي سبب من الأسباب، فيبتدي يهاجم الإنسان نفسه ويبتدي يبقى manifest بالactive form of tuberculosis. حوالي 9 مليون active form of tuberculosis من تلت سكان العالم اللي هم معتقد إن هم latent according to WHO. 9 مليون كل سنة، 2 منهم مليون بيموتوا كل سنة. دي حاجة رقم ضخم جدا من التوبركلوزز. أنا هوري حضراتكم الخريطة دلوقتي إزاي إنه منتشر. طبعا لا يقارن ب200,000 اللي ماتوا في الكوفيد 19، ولكن مشكله الكوفيد 19 انها اوت بريك، ان الناس كلها خايفه لا هي اللي تتعدي،
لأنه انتشر سرعة انتشاره ضخمة جدا. التوبركلوزس بينتقل من المريض إلى اللي حواليه، نادر إنه يعدي، ودي في البكتيريا الانفكشنز بصفة عامة، وعلى رأسها الميكوبكتيريا التوبركلوزس اللي هو الموست ليثال فيهم. إنه انتقالها ما هواش بنفس السرعة لأنه حجمه أكبر طبعا، محتاج جروب معينة ينتقل في وسطها. هنفترض إنه مثلا بريزونر عنده في سجن معين، بريزون أو في مخيم للاجئين أو في مركز رعاية صحية، للأسف إحنا معرضين كأطباء. يبقى كده البيشنت ياخده إلى البيت بتاعه، فتلاقي التوبركلوزز ينتشر في البيت كله، يجي ياخد إخواته أو ياخد والده أو ياخد والدته، فهو بينتقل في جروبس، ما هواش السبريدر الرهيب ده بتاع الكوفيد 19 أو أي أوتبريك للإنفلونزا حصل قبل كده. هو بيعتقد إن التوبركلوزز on the top of the three infectious killers بعد النيمونيا، النيمونيا بالذات في الأطفال، كيلر في الأطفال التوبركلوزز، وثالثهم الإيدز. دول الانفكشوس، إحنا عندنا 10 التوب كيلرز على مستوى الديزيزز، للأسف في منهم 3 أو 4 تشيست، والكوفيد 19 هيتضاف دلوقتي الخامس. عندنا أول طبعا سبب للداس على مستوى العالم الكارديوفاسكولار ديزيزز والهارت أتاكس، بعدها الستروك، بعدهم السي او بي دي أو عيانين السجاير طبعا، وهنتكلم بعد كده على الكرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيزز، بعديهم التوبركلوزز تقريبا رقم حوالي 8 أو 9، النيمونيا داخلة في الموست كيلرز على مستوى الديزيزز، وهيدخل كمان الكوفيد 19 في التوب. فيبدو إنه هو فترة الريسبيراتوري ديزيزز مع الأسف، وهي عيبها انها بتنتقل، السبريد بتاعها بيبقى عالي جدا لدرجه ان الناس تخاف من بعض. غير الاذر ديزيزز، لما يقول لك الدايابيتس، الدايابيتس داخل في ال 10 كيلرز على فكره، رقم 5 أو 6، لما يقول لك ده دايابيتك انا مش خايف انه يعديني، لما يقول ان هو عنده حصل له ستروك او حصل له مايوكارديال انفاركشن. لكن المشكله في الانفكشوال ديزيزز ان هي رابيدلي بروجريسيف. طبعا حصلت مشكله زي ما قلت لحضراتكم على السبريد اوف ذا توبركلوزز، وانه رجع يعاود وبقوة في الفترة الأخيرة بسبب انتشار الايدز، بسبب انتشار البابرتي، بسبب الكراودنس، كل دي أسباب أدت إلى، وللأسف انه لما رجع رجع بالريزيستنت سترينز، وده اللي مخلي علاجه صعب. تمام؟ طب ايه اللي بيخلي واحد يجيله تيبركلوزز وتاني لا؟ زي اللو سوشيو ايكونوميك ستيتس. هي ايه مشكلتها اللو سوشيو ايكونوميك ستيتس؟ الدايت والاريشن والسانيتيشن، بتبقى البيوت كلها كراودد، فلو واحد اتعدى هيعدي الجميع، مفيش سان لايت، مفيش تغذيه كويسه، ينطبق عليها السجون، ينطبق عليها الاماكن للاسف اللاجئين مع الحروب. تمام، كل ده ويكنز الاميون سيستم، بالاضافه الى امراض بتعمل ويكنينج للاميون سيستم، على راسهم الاتش اي في. ايفن لو واحد بياخد استيرويد مثلا فتره طويله، الالكوحوليزم طبعا افكت الاميونيتي، او لو حد خد التي بي باي شكل من الاشكال في اخر سنتين معرض انه يرجع له تاني. تمام، دي الخريطه على مستوى العالم زي ما حضراتكم اهي شايفينها، الالوان القاتمه جدا معناها ده اعلى انتشار للتوبركلوزس، كلها في افريقيا، بيسموها الساب سهران افريكا اللي هي تحت الصحراء، هنا منطقه الصحراء اللي بين ليبيا وبين الجزائر، او الجزائر والمغرب، هنا دي الصحراء الكبرى، فهو بيبقى في المنطقه دي كلها. طبعا في افريقيا منتشر جدا التوبركلوزس ومشهوره بيه، وبعدها على طول هتيجي منطقه الصين والهند وباكستان، للاسف دول فيهم الدول اللي منتشر فيها، بعديهم اللون الأخف شوية روسيا، روسيا منتشر فيه حتة كبيرة منها منتشر التوبركلوزس. احنا في الدول العربية زينا زي أمريكا، يمكن أمريكا الجنوبية فيها زينا زي أمريكا زي استراليا، ما كانش عندنا كتير، لكن للأسف مع موضوع الحروب والمخيمات طبعا في بلادنا، اليمن يمكن ابتدت لونها يبقى غامق شوية، لكن متوقع سوريا برضو والعراق والمناطق الحروب هيبقى فيها، واضح جدا ممكن يبقى فيها، اللي يدور واللي يعمل statistics هيلاقي عندهم نسبة كبيرة من التوبركلوزس. تمام، فدي خريطة الانتشار. طب قد ايه؟ بيبقى 1%، يعني منطقة افريقيا هنا بيبقى 1%، هي كل 100 فيهم واحد، بتقل النسبة جدا لغاية ما بتوصل الى 1 في 1000، لما يعني بيبقى 1000 patient ممكن واحد فيهم يبقى معرض ان يجيله التوبركلوزس. كمان انه مشكلتنا في المالتيبل دراج ريزيستنس، الام دي ار معناها مالتيبل دراج ريزيستنس، حتى ما بنقولش دراج ريزيستنت تي بي زي ما بنقول في البكتيريا، بنقول مالتيبل دراج ريزيستنس. للاسف دلوقتي ام دي ار اللفظ ده منتشر جدا، موجود مالتيبل دراج ريزيستنس، احنا اللون بقى الاصفر اللي هو في افريقيا مش قوي، احنا للاسف عندنا في مصر
وجنبنا في ليبيا في الدول العربية، اللون اللي هو فيه 20-40% من حالات التوبركلوزس بتبقى مالتي دراج ريزيستنس، زينا زي الصين وزي الهند يعني وباكستان إيران. فالدول دي فيها أكتر من 40%، في دول روسيا وإيران أكتر من 40% فيها نسبة طبعا أقل اللون الأخضر، إنه التوبركلوزس حتى لو موجود هيبقى نسبة المالتيبل دراج ريزيستنس عندهم أقل من عندنا. فدي مشكلة يعني كبيرة. الكو انفكشن زي ما قلت لحضراتكم بتاع الاتش اي في الايدز مع التوبركلوزز، لان الايدز هيهاجم السي دي 4 سيل اللي هي معنيه بمكافحه التوبركلوزز، فده نقطه مهمه جدا. وللاسف كل ايتش ديزيز وورسنز ذا اذر، يعني لو واحد توبركلوز وجاله ايدز هتلاقي الكورس بتاع التوبركلوزز عنده بقى سيفير، وتلاقيه يدخل في هيماتوجينس توبركلوزز اكتر من غيره، وميلياري توبركلوزز وتوبركلوز انكيفالايتس ومننجايتس. والعكس لو واحد اتش اي في ايدز، وبما انه ايدز لابل لاي انفكشن بياخدوا توبركلوزز هم، فاذا جاله توبركلوزز هتلاقي الكورس بتاع الاتش اي في بقى رابيدلي بروجريسيف، فكل واحد فيهم بيأثر بالسلب على الاخر. ده منظر دي الاسيد فاست باسيلاي، تمام، هايلي ايروبيك، عشان كده هي بتحب جدا تروح اللنج. الديفيجن بتاعها سلو، يعني بتاخد لها في الديفيجن بتاعها كل واحده تنتجي تنتج واحده تانية بتاخد لها حوالي 20 ساعه كل يوم تقريبا. عشان كده بيطول العلاج بتاع التوبركلوزس، بناخد فتره طويله وبنقسمه الى فيسز. فيس انتنسيف الاول بندي فيها دراجز كتيره، وبعدين لازم نكمل، ولو ما كملناش يرجع تاني البيشنت حتى لو فضل له باسيلايا واحده، بس بتاخد وقت على بال ما تكتر في العدد، تمام. طبعا الماكروفاج هي اول سيل بتتعامل معاها، للاسف ما بتقدرش خالص ان هي الباسيلاي طبعا فظيعه ريزيست الديس انفكتنس حتى بالالكحول او باي حاجه، ريزيستنت دراينس، بتقعد صيف شتاء شغاله ما عندهاش اي مشكله، تمام. وايربورن انفكشن، يعني هينتقل لو حد، بالذات الكحه، احنا ما عندناش عطسه قوي زي الكوفيد 19 والابر ريسبيرتوري تراكت بيبقى السنيزنج كتير فيهم، لكن احنا عندنا بيبقى البيشنت بيكح طول النهار وطول الليل، بالذات بالليل تلاقي الكحة عنده شديدة، وتلاقي البيشنت بيعدي اللي حواليه. عشان كده دايما ينصحوا اي واحد موجود تيجي في البيت، حتى لو هيقعد في البيت يتخالط الناس في اليوم، لكن الا الليل، الليل لازم ينام في مكان لوحده، تمام. طيب ايه بقى شكله التوبركلوزز لما هياخد اللنج هيبقى شكله ازاي؟ اول ما بنبقى انفكتد بالتوبركلوزز اسمه برايمري انفكشن. يعني ايه برايمري انفكشن؟ يعني ما كانش اي في تعامل مع التوبركلوز باسيلاي قبل كده خالص، تمام، فده اسمه برايمري انفكشن. اي برايمري او سواء تشايلد او سواء ادلت خد التوبركل باسيلاي، لا ما خدش بي سي جي فاكسينيشن، ما خدش اي حاجه، اول تعامل للبادي مع التوبركلوزز بيعمل حاجه مختلفه اسمه البرايمري انفكشن. والبرايمري انفكشن لحسن الحظ انه هو محدود، يعني ايه؟ يعني لو يروح اللنج مش هيعمل ديستراكشن لللنج كلها، ولا هيبقى بايلاترال ولا حاجه، بياخد حته صغيره جدا ولوكالايزد اسمها الجونز فوكس. ده اول تعرف من الاميون سيستم اوف ذا بودي على الباسيلاي، بيعمل لها لوكالايزيشن. ايا كان الاميون سيستم بيعمل لها لوكالايزيشن الاول، وبيبقى التعامل بسيط، اسمها الجونز فوكس. اقصى حاجه تعملها الجونز فوكس ان هي تنتقل الى الليمف نود، تروح الى الليمف نود فيبقى معاها ليمف نود، بنسميها هايلر ليمف نود، تبقى انلارجد بس، وبيسموها الجونز كومبلكس. ده نسبه الى العالم اللي اكتشفه اسمه جونز، تمام. يبقى ده البرايمري تيوبركلوز. حوالي حته كده، حوالي دايما المكان بتاعها بيبقى حوالين الفيشر، او تيجي تحت البلورا ما بين الابر واللور روب، وبتيجي الحته الصغيره دي كده اسمها الجونز فوكس. ولو شفناها بالبيوبسي هنلاقي عباره عن تيوبركل جرانيولوما موجوده فيها كازيشن بسيط جدا، وحواليها بقى الماكروفاج والتي سيلز والليمفوسايتس والكلام ده. فحصل لوكاليزيشن الى هذه المنطقه، اقصاها ان هو هيروح رايح لللمف نود، الهايلر لمف نود، ونسميه جونز كومبلكس. ودي بتيجي في الاطفال اول تعامل. عيبها ايه بقى؟ طيب ادي ده المنظر اهو في الباثولوجي، بيبقى اللون ده اهو، دي بتاعت الجونز فوكس، وهنا ناحيه الهايلم هتبقى الهايلر لمف نود، حصل لها كالسيفيكيشن. بس عيبها ان دورمنت الباسيلاي جواها موجوده، مع اي تعرض الى الباسيلاي مره ثانيه حصل له انفكشن بقى لما بقى ادلت. السن بتاع التوبركلوزز هو السن الذهبي، غير الكوفيد 19 بنقول ان هي بتاخد اكل الناس، لكن المورتاليتي العاليه بتبقى في الكبار. لا، التوبركلوزز بيأثر فعلا على التين ايجرز، اكتر سن بيأثر فيه هو التين ايجرز،
فتلاقي بعد ما يوصل لسن العشرينات والعشرة 14 15 سنة يحصل لها لسبب أو لآخر، هو خد الباسيلاي حصل ويننج للإميونيتي بتاعته، تبتدي الباسيلاي تنشط وتهاجم وتعمل النوع التاني منه اللي هو الأدلت فورم أوف بالمونري تيوبركلوزيس. يبقى ده أول نوع الباسيلاي أهي، خدتها الأول الماكروفيج، للأسف لم تستطيع التعامل معاها الماكروفيج، فحصل إنه مالتبلاي ويزنز ماكروفيج، الماكروفيج استدعت لأن هي غير قادرة على التعامل، استدعت التي سيل تحديدا التي هيلبر 1 تايب تي اتش 1، وده اللي مسؤول عن إن التوبركلين تيست يبقى بوزيتيف. إيه فكرة التوبركلين تيست؟ هنيجي عليه بعد كده، بس عشان الفيجر ده. التوبركلين تيست إنه بيحقنوا البروتين من البيوريفايد بروتين ديريفاتيف اللي هو البي بي دي من الباسيلاي نفسها، ويحقنوه انترا ديرمال على الفور ارم. تمام. طيب لو البيشنت ده تعرض الى الانفكشن اللي هو البرايمري انفكشن، او تعرض الى البرايمري او حتى السكندري، جاله تي بي في تايم في حياته، هيحصل انديوريشن ولونها هيحصل اريسيما، هنسيبنا منها، احنا مش بنتعامل مع اريسيما، الاريسيما وارد فيها الرجي من الماده اللي حقنها، وارد اي حاجه، احنا بنتعامل مع انديوريشن. انديوريشن معناه دي، معناه اللي شبه دي، ان ابتدى السيلز تيجي الماكروفيج والتي سيلز وحاولوا حولوا الحاجه اللي احنا حقناها اللي هي البريفايد بروتين ديرفاتيف اوف ذا تيوبركل باسيلاي، فجت حواليها فعلا وعملت انديوريشن. فاحنا لما بنحسب التوبركلين تيست بنحسبه اسمه المانتوكس تيست، بنحسبه بالانديوريشن وليس بالاريسيما، فهنلاقي منطقه كده دي سببها ايه، ان التي اتش 1 سيل بقت سنسيتايزد وطلعت سايتوكاينز وابتدت جاذرنج للسيلز كلها حوالين، وإبيثيليال سيلز وسيلز اسمها جاينت سيلز عباره عن اتحاد لكذا سيل مع بعضها، ده منظر الباثولوجي، فعملت الانديوريشن سميناها الإبيثيلويد جرانيولوما، ودي بنسميها تايب 4 هايبر سنسيتيفيتي رياكشن او سيل ميديتد تايب اوف هايبر سنسيتيفيتي رياكشن. فده الرياكشن، دي فكره التوبركلين جات من كده، ودي فكره التفاعل بتاعه البادي اللي حصلت مع اول تعرض للتي بي باسيلاي. طيب بعد كده ايه اللي هيحصل؟ بعد كده غالبا في 90% من الحالات نو بروجريشن، ودي حاجه كويسه. يعني ايه نو بروجريشن؟ يعني ادي الجونز فوكس اهي كالسيفايد، ومعاها الهايلر ليمف نود اللي هي لونها ابيض قوي، دي كالسيفايد، يبقى حصل كالسيفيكيشن. يبقى ايه ادي هنا برضو اهي كالسيفايد، دايما نلاقيها دي في الاشعه، ولما نلاقيها نسال البيشنت نقول له انت ما جالكش دور قبل كده تي بي؟ في منهم اللي بيبقى اليرت يقول اه انا كان جالي زمان فعلا وقال ان كان عندي ضرن، في منهم ما بيبقاش واخد باله. تمام. ليه؟ لان هي برضو ما بتديش سيمبتومز كتيره. خلاص، يبقى نلاقي الحاجه دي كالسيفايد، يبقى نقول له لا خلاص بس محتاج متابعه كل شويه، لانه لو الاميونيتي بتاعته ضعفت في اي وقت من الاوقات لا نضمن ان الباسيلاي دي ترجع فلاريش مره ثانيه. تمام. يبقى هي دي حاجه كويسه ان في معظم الناس بيحصل لها كده. في نسبه من الناس ما هياش كبيره بيحصل لها حوالي 10% بروجريسيف برايمري تيوبركلوزيس، يعني يقلب يبقى عيط صغير جاله الجونز وتلاقيه فوكس وتلاقيه قلب بسرعه جدا وقلب بميلياري. ميلياري شايفين حضراتكم الايه الاشعه مليانه كلها دوتس بيضه صغيره جدا اهي، دوتس عامله زي ما يكون نصرنا عليها حبوب ذره او حبوب من اسمها جيل ميلياري اللي هو حبوب الشوفان. تمام. فبيبقى اتنشرت على الفيلم كله بايلاترال، اتملت اللنج، وعيبه الميلياري انه مانيفستيشن اوف هيماتوجينس فورم اوف تيوبركلوزيس. At the same time ممكن يدخل في تي بي مننجايتس، ممكن يدخل في كل حتة، الليفر، الكيدني، السبلين، ديسيمينيتد لكل الأورجانز، بس هي نسبة قليلة، طبعا أكيد هيبقى immune compromised. خلاص، يبقى دي برضو ملخص ليه إزاي بيروح الليفر، إزاي بيروح السبلين، إزاي بيروح الكيدني، وهي دي المشكلة في الهيماتوجينوس فورم أوف تيبركلوزيس، ودي اللي مسؤولة عن حالات الديسيس. طيب يبقى ده النوع الاولاني اللي هو البرايمري فورم اوف تيبركلوزيس. طيب بعد كده ايه اللي هيحصل؟ يا اما زي ما قلنا خلاص حصل له ليميتيشن كالسيفيكيشن. طيب كبر التشايلد وابتدى يتعامل وبيشتغل وبيروح وبيجي، وفي المناطق اللي احنا قلنا عليها اللي هي الكراودد والاميونيتي بتاعته قلت، كاتش تيبركل باسيلاي من حد تاني، او نتيجه الاميونيتي هي الدورمنت اللي كانت عنده زمان فلاريش وملت اللنجز بقى وبايلاترال، وابتدت تعمل التفاعل هنا اشد، ما هوش زي اول مره. ليه التفاعل اشد؟ لاني التي اتش سيلز والماكروفاجز بقت متعوده على حد يقول طب ما المفروض ان هي بقى انها تعمل كيلينج للاورجانيزم، هي اتعودت عليه، هي كيلينج للاورجانيزم، دي فكره البي سي جي فاكسين. فكره البي سي جي فاكسين ان انا ادي نفس الباسيلاي نأديها بشكل مضاعف ليف اتنيويتد فاكسين، ويحقنوها في السكين انتراديرمالي عشان انا احاول انها ما تنتشرش خالص. انتراديرمال البلاد سبلاي فيه اقل من السبكوتينيوس، من السبكوتينيوس تيشو،
وتبقى السيلز تبتدي تتفاعل معاها، فلما هتتفاعل معاها وتبتدي تبقى متعودة، اول ما يجي البيشنت ياخد الانفكشن هيبقى بوتنت الاميون سيستم ويقدر انه يموت الباسيلاي. دي فكره البي سي جي فاكسين، لان احنا عاملين الباسيلاي ليف اتينيويتد فاكسين. اتينيويتد يعني مضاعف، وبياخدوها من البوفاين سترين، يعني هي اصلا بتبقى ضعيفه. عشان كده حتى البي سي جي بعض الدول دلوقتي لغته، في امريكا وفي اوروبا ما بيدوهوش، يقول لك انت ده انت مضاعف الباسيلاي، مش هي اللي الانسان بياخد خالص، فما بتديش مناعة فعلا، لان هي بوفاين سترين اتنيويتد فعلا جدا، وما بتديش للاسف مناعة. غير يعني يقول انه ممكن لو اخذ التي بي للتشايلد، في بعض المناطق بتخلي التي سي جي اوبليجاتوري، وعندنا في مصر اوبليجاتوري تبع الفاكسينيشن بروجرام، يقول لك اذا جات له، اذا جاله تي بي هيجي مش خطير، يعني مش هيعمل تي بي مننجايتس، مش هيعمل انكفالايتس، مش هيعمل بيريكاردايتس، مش هياخد الكيدني، هيجي بسيط. بس هي دي الفكرة. فإيه اللي بيحصل بقى؟ إنه أنا بقى إن الأورجانيزم لما جه هو قوي جدا، أقوى مني، والتفاعل بتاع البادي لأنه هو اتعود عليه قبل كده، أو حصل تفاعل قبل كده بقى سيفير جدا، فحصل كازييشن أكتر. الكازييشن معناه نيكروزس، فلما حصل نيكروزس في اللانج بارينكيما ابتدت تعمل كافيتيز، ده ما شفناهوش أول مرة. الكافيتيشن والنيكروزز والكازييشن هو ده اللي بوظ اللانجز وجي بايلاترال في الناحيتين. يبقى تفاعل البادي هنا للاسف ما كانش كويس، فبيسموها الاميونيتي فيرسس هايبر سنسيتيفيتي ان تيبركلوزز. يعني الموضوع بقى موضوع هايبر سنسيتيفيتي للاسف اكتر منه اميونيتي. انا التفاعل اللي حصل زمان ما ادانيش اميونيتي، بالعكس ده خلى الجسم مهيئ وحصل هايبر سنسيتيفيتي. فاول ما جت الباسيلاي مره ثانيه الدستركشن بقى اكتر، لانه حصل في سايتوكاينز وفي نيكروزز وفي كازييشن. تمام. فالجري وايت اريا دي اللي مليانه فيها بلاك تاكافيتيز دي بتاعت، لكن دي النورمال لانج، النورمال لانج. لكن الجزء اللي طبعا واضح ان هو بياخد ايه، بياخد الايبكس دايما، لان الايبكس اوف ذا لانج. طب اللانج كلها فيها اير، اشمعنى الايبكس؟ الايبكس فيها اير والبيز ما فيهاش، ما كل اللانج الالفيولاي مليانه اير. لا، هي الفكره ان الايبكس اوف ذا لانج عشان الجرافيتي اقل في البلاد سبلاي. بلاد سبلاي بيبقى عندنا اكتر في اللور لوبس اوف ذا لانج او في من تحت، فبتعمل حاجة اسمها ventilation اللي هو الاير، perfusion اللي هو البلد mismatch. يعني ده شيء نورمال فيسيولوجيكالي موجود عندنا، ان الابيكس اوف ذا لانج الventilation فيها حلو، ولكن perfusion والبلد اللي وصل لها اقل من البيز اوف ذا لانج، فبالتالي هو مش هتجيله ماكروفيج تتعامل معاه. فهو فعلا ذكي جدا انه بيعشش في الحتة اللي فيها اكسجين من غير ما يبقى فيها ضرر، ومن غير ما الماكروفيش يجي، فبالتالي بيستفحل وبياخد يبوظ الابر لوب اوف ذا لانج، وبيبقى غالبا بايلاترال او يونيلاترال. اني هاو الموضوع واخد لوبس قويه جدا ضيعهم من اللانجز، وكمان بيروح رايح مش هيسكت، لا بينتشر. اذا كان حتى في لانج واحده تلاقيه خد ترانس برونكيال، راح رايح للور لوب بتاع الناحيه الثانيه، انتشرت البصله. يعني في لوكال سبريد عندنا طبعا بيبقى ايه، بيبقى كبير. طيب الفيت بتاع البالمونري تيبركلوزز للاسف مش زي البرايمري تيبركلوزز. البالمونري تيبركلوزز تند ان هو ينتشر جوه اللنج نفسها ويعمل تيبركلس نيمونيا او فايبروكيزيا تيبركلوزز، وياخد سنين. تمام. ويفضل قاعد بوزيتيف، مش راضي يخف، ده لو هو ما خدش تريتمنت. وكمان ممكن يقلب بميليا تيبركلوز، يبقى هنا النسبه اكبر من البرايمري سبونتينيا تيبركلوز. دول النوعين الشهيرين للتيبركلوزز، البرايمري تيبركلوزز وبنسميه السكندري. زمان كنا نسمي البرايمري تيبركلوزز والتاني نسميه الادلت، دلوقتي بقى اسمه برايمري وسكندري خلاص عشان يبقى اسهل يعني في الكلام. يبقى البرايمري تيبركلوزز تاني ده بيجي في الفيرست ديفنس او اول تعرض للتي بي باسيلاي، بيبقى لوكالايزد اسمه جونز فوكس. مانيفيستيشنز بتاعته كلينيكالي بسيطه، شويه لو جريد فيفر، دراي كوف، ما بيبقاش فيها سبيوتم قوي، الهيموفيسز مش واضح. تمام. ولو عملنا له اكس راي هنلاقي فيها المنطقه دي اللي هي انفولفد ومعاها هايلر لينف نود، وبتبان في سي تي اكتر، وفي سنه صغير، وغالبا غالبا بيخف في خلال فتره بسيطه، وبعد كده هو البيشنت ما بيحصلوش ان هو بروجريشن. لكن طبعا كلهم بياخدوا تريتمنت دلوقتي، فبيتحجم الموضوع علشان ما يحصلوش ريلابس بعد كده. لكن زمان حتى لو ما خدش تريتمنت كان برضو الموضوع هيبقى كويس وهيعدي، لكن المشكله انه بعدين. يبقى انا لما بدي انت تبركل ستيتمنت انا هدفي اموت كل الباسيلاي، ما سيبش فيها حاجه دورمانت وسط الكالسيفايد ماتيريال، سبحان الله، وتفضل سنين لغايه ما ترجع تاني بره. فلما بنديهم علاج في البرايمري كومبلكس رغم ان هو خفيف، لكن بنديهم علشان خاطر ما يحصلوش اي ريسيرجنس مره تانية او يرجع التوبركلوز مره تانية. النوع الثاني لو خد الانفكشن لتاني مره هيتعامل معاها البادي بشكل اكبر، وهتعمل ديستراكشن وفايبروكيزيشن فايبروكيزيا تيبركلوزز، وممكن ينتقل الى كل الاورجانز في البادي.
ايه الحتت اللي بيروحها تاني تيوبركلوزس؟ بيروح لحتت هيماتوجينوس سبريد اوف تيوبركلوزس، بيروح الى مناطق كبيره على راسهم السيرفيكال ليمف نودز، منتشر في الجراحه، يجي واحد كتير عنده سيرفيكال ليمف نودز، وبندخل في ديفرنشال دايجنوزز مع الليمفوما السيرفيكال ليمفادينوباسي، بيتاخد بايوبسي وبيبان نسبه كبيره منه بتطلع ان سببها التيوبركلوزس، ومعاها لو جريد فيفر برضو. اي ليمف نودز برضو بتبقى وبالذات السيرفيكال نسبتها كبيره. الانتراثوراسيك عندنا احنا الهايلر ليمف نودز بيدخل في الديفرنشال دايجنوزز بتاعها التيوبركلوزس. بعد كده ممكن ياخد البلورا. طب ما هي البلورا جوه اللنج؟ لا، البالمونري لوحده والبلورا واخدينها تبع الاكسترا بالمونري سايتس، يعني البالمونري مقصود بيها اللنجز فقط. لو جيب بلورا الافيوجن ليه طيب مش تبعها؟ لانه بتاع البلورا بيجي عن طريق البلاد، ما بيجيش من الانهيليشن. البلورا هيروح لها ازاي بالانهيليشن؟ تمام. وبعد كده جينيتو يورينري، تمام، منينجيال، منينجيال تيوبركلوزس، كل دي سايتس بيروحها. الفيرتيبري اسمه بوتس ديزيز، الاوستيومايلايتس، الاديسون بتاع الادرينال بيعمل ديستراكشن اوف ذا ادرينال جلاند وبيؤدي الى ديستراكشن اوف دي فورميشن اوف كورتيزون، عشان كده بيحصل عندهم هايبو ادرينالزم او اديسون ديزيز. الكيدنيز، المينينجيز، انتستاينال طبعا رقم 2 بعد البالمونري. دي اشكال الاكسترا بالمونري، ممكن يجي بريزنت بالبلورال افيوجن، ممكن بي ميدياستاينال ليمف نودز اهي بتبقى الانهانسمنت البريفرال رينج اوف انهانسمنت دي، والكازيشن اللي في النص نفس الحكايه، الكازيشن اللي في النص والانهانسمنت اللي لونه ابيض اللي بره ده الوول بتاع الليمف نود، علشان خاطر هي دي اللي فيها البلاد سبلاي. ده ام ار اي ماجنتيك ريزونانس ايمجينج في او كرونال بتاع السي تي، غالبا هو هيبان على حسب ده، غالبا ده سي تي مش ام ار اي، في فرق في البيكتشر، بس الكورونال ايمج انا اول ما بشوف نفسي بقول ام ار اي، لكن ده سي تي. الكورونال ايمج بتاعه السي تي فيها الليمف نودز اهي، واضحه انها كالسيفايد، كالسيفيكيشن واضح جدا فيها. فده عيان خد بقى تريتمنت وكان افكتيف، يعني كانت كده الاول اهي الليمف نودز، ولما خد تريتمنت بقى كده كان افكتيف تريتمنت، والعيان حصل له كالسيفيكيشن وخلاص نيجلكتد بعد كده، نادر انها تعمل اي مشاكل. تمام. تلخيص للحاجات التوبركلوزس دي، الجونز فوكس، الجونز فوكس اللي هي كانت في البرايمري تيوبركلوزس، حصل لها كابيتيشن وعملت السكندري تيوبركلوزس، حصل له بروجريشن في كل اللنج، الميلتس دي اللي فيها اللي هي الدوتس اللي ماليه اللنج كلها، منظر كاركترستيك جدا حتى على مستوى الاكس راي، لو حد شافه مره مش هينساه طول عمره، اللي هو الميلياري تيوبركلوزس. طبعا ده اسوأهم، عيان الميلياري تيوبركلوزس بيبقى عنده ريسبيراتوري فيلير، عيان الميلياري تيوبركلوزس بيبقى يعني كشكتك وبيبقى تعبان جدا وبيبقى لايبل ان يحصل له، ممكن يضايد اكتر واحد، هو ده اللي بيضايد غالبا اكتر واحد فيه. تمام. طب ايه البريزنتيشن اوف تيوبركلوزس؟ الكلاسيك بقى بتاع النوع السكندري ده اللي احنا بنشوفه كتير، ده بيبقى انسيديوس اونست كرونيك، عشان كده بيسموه القاتل الصامت. مفيش مشكله يعني شويه كحه دراي بنقول عليها كرونيك امتى برضو عشان نبقى عارفين، اكتر من 3 اسابيع عشان خاطر ايه الواحد ما يتخضش لو خد دور برونكايتس وطولت معاه لغايه 3 اسابيع مفيش مشكله، ما فيهاش فيفر برضو. في ناس بيدخلوا في برونكيال هايبر ريسبونسيفنس لو خد دور برد تلاقيه طولت معاه الكحه شويه تقعد بالشهرين، وبالذات بيلاحظوها الناس اللي بتسافر عمره او حج، ولكن هنسميها برونكيال هايبر ريسبونسيفنس برضو عشان الناس ما تقلقش، لانه ما بيبقاش فيفرش، ما بيبقاش كشكتك، ما بيفقدش الوزن، ما بيحصلوش هيموبتسيز مثلا، فبيبقى ما فيش السيستميك مانيفيستيشنز بتاعه التوبركلوزز، السيفير انوركسيا واللوس اوف ويت والفيفر، الفيفر لو جريد يعني لو اتقاست، لكن البرونكايتس حتى لو طولت ما بيبقاش معاها فيفر، احيانا يحصل لهم هيموبتسيز. ده الروايه الشهيره بتاعه غاده الكاميرا كانوا بيقولوا، يعني على ما سمعت ان هي كانت بيجي لها اتاكس اوف هيموبتسيز. تمام. اكسترا بالمونري لو راحت الثانيه، لو راحت الثانيه دي كلها المانيفيستيشنز اوف توبركلوزز، عيبها او مشكلتها الكرونيك كوف. تمام. يبقى اهم سبب في السن الصغير لاي شاب عنده كرونيك كوف ان احنا ندور، مش هنقول ده بقى سي او بي دي ولا كرونيك برونكايتس لانه لسه صغير، يبقى احنا ندور على التيوبركلوزس. تمام. وبالذات في الاماكن اللي قلت لحضراتكم عليها، اماكن البافرتي، اماكن الكراودنس، السجون، مخيمات اللاجئين، كل دي مناطق عايز يدور فيها على تي في، وان وحتى لو باكس راي، وما قدرناش بالتيوبركلين تيست. تمام. على الاقل دي لازم محتاجه سكريننج، سكريننج يعني فحص الاماكن دي كل شويه، والا لو واحد فيهم هيعدي الباقي كله. ده البايلاترال افكشن اوف تيوبركلوزز، والفايبروكافيتري واضح، الكافيتي بيبقى سيك وولد. تمام. اهو حتى ده الصغير ده سيك وولد ومليان الجرانيولوما في الوول بتاعه، وادي اليومن اهو، وبعدين الكيزياس ماتيريال تبتدي، يبتدي البيشنت يكحها. تمام. بيجي في الابر لوب، عشان كده في السي تي هشوف التراكيه بس لان انا في منطقه الابر لوب. تمام. ودي اللي هي البرونكس، البرونكس الليفت مين برونكس، يعني يا دوبك مفيش حاجه اتفرعت لسه، احنا في البدايات على المستوى ده
فوق خالص، تمام؟ bilateral cavitation دايما ده المنظر الشائع، دايما common things are common، ده منظر التبي الشائع، ده لا يمنع ان في بعض المناظر الغير شائعه، لكن هو ده المنظر الايه الكلاسيك اللي بنشوفه في كل الحالات، تمام؟ طب هنعمل له ايه البيشنت؟ السيمبتومز مهم جدا، نساله هل في اكسبوجر، هل في حد عنده ضرر قريب منك او عنده كرونيك تشيست انفكشن او بروبلم مثلا جا معاك في البيت، او بقى الدراج ادكتس والهومليس وفي ريسك فاكتور بياخد الستيرويد، كل ده هنسال، لازم الاكسبوجر هيستوري نساله للبيشنت. الحاجه الثانيه السكان تيست، دي مهمه عندنا في الطب عموما، في حاجه سريعه نعملها اسمه الانيشال تيست، وفي حاجه دايجنوستيك لا يعني انا اعملها بقى لو انا في مستشفى وفي سنتر كويس، لازم ان انا اعمل الموضوع ده. الانيشال تيست التوبركلين تيست يعني على طول يديني فكره، هو مش على طول، هو بياخد حوالي 48 ساعه الى 72 ساعه. حاليا الاجرا اللي ما كانتش زمان، الاجرا دي اللي هي الانترفيرون جاما اللي هي بتطلعها التي اتش سيل، دي بتتقيس الانترفيرون جاما ريليز اسي. الاجرا بتتعمل في مستشفيات كثيره دلوقتي، ما هياش غاليه قوي يعني، ممكن قوي انها تطلع نتيجتها بسرعه لو الاجر عالي زايد مقابل ان التوبركلين تيست يبقى بوزيتيف، بالعكس كمان ده السنسيتيفيتي بتاعته اعلى كمان شويه، وكمان بيطلع على طول في نفس الوقت، يعني انا لو سحبته وشفت نسبته خلاص تمام. بس ده محتاج مكان ايه، التوبركلين تيست كمان بيتحقن وبنستنى 48 72 ساعه وبعدين هيسحب اقراه بعد كده، يعني لازم البيشنت يجي تاني، لكن الاجر بيتشاف على طول. يبقى انا ده بعمله انيشال على طول، انا شاكه كلينيكالي شاكك في اللي قدامي ده يمكن يطلع تي بي تمام، وبعدين شكيت، فبنعمل التوبركلين تيست او الاكس راي، مش لازم سي تي، الاكس راي ممكن، حتى زمان كنا بنعمل الام ام ار اللي هي الماس مينيتشر راديوجرافي، فيلم صغير بنبص على الابر لوب على طول تمام، هنلاقي الابر لوب لا في ريتيكوليشنز، في كافيتي باين، يبقى كده ايه اب نورمال. لو انا شكيت فيه وعايز او مش متاكد، وبالذات حالات المدياسينال الليمفادينوباسي ممكن نعملها سي تي، السي تي هيبين الليمفنودز طبعا احسن من الاشعه بكتير. ليه برضو؟ لان الاشعه فيها الفاسكوليتشر، فيها الهايلر فاسكوليتشر، فالليمفنود على جاي على البرونكيال ارتريز وعلى البلمونري ارتريز سوري، فمش باينه. لكن السي تي لا، السي تي ده ترانسفيرس سيكشن، هيبين الارتري واخد كونتراست، هيبين البلمونري وباين الليمف نود جنبه، وشفناها في السي تي اللي فات. فاذا انا لو شاكك في الليمف نودز، لكن التي بي العادي ده مش محتاج ان انا اعمل له سي تي تمام. يبقى ده كده اول حاجه ان احنا بنعمل السوبركلين تيست، بنعمل الاكس راي، قول الاثنين نعتبرهم انيشال زي بعض خلاص، على كده ادي علاج. والله لو انا ما عنديش فاسيلتي، لكن لا، الدايجنوستيك تيست فور تيوبركلوزز هو لازم ازرع ولازم اشوف الكالتشر واشوف السمير، يعني لازم نعمل، لدرجه ان احنا كنا علاج تي بي وصمه يعني، عشان انا اوصم حد واقول والله انت شكلك كده تي بي، اصل التيوبركلين تيست بتاعك بوزيتيف، وانا ما سالتوش اساسا واخد دي سي جي ولا لا، لو واخد بي سي جي ممكن يبقى التوبركلين تيست بتاعه بوزيتيف. الحاجه الثانيه الاكس راي اصلها شكلها الابر لوب في حاجه، دي وصمه عشان اقول له عندك التي بي وعندك الضرر في عيلته، لازم نبقى متاكدين. فاحنا ما كناش بندي تريتمنت غير على بكتيريولوجيكال بيز تمام، كنا لازم نستنى نعمل الكالتشر ونعيدها كمان، السمير نعمل السمير ثلاث مرات ونعمل كالتشر. لو السمير طلع بوزيتيف، السمير اللي هي المنظر بتاع ان احنا نصبغها ليها صبغه مشهوره اسمها زيل نيلسون ستين، مش الجرام ستين خالص، زيل نيلسون دي بتشيل الطبقه اللي حوالين الباسيلاي وبتبينها كويس. يبقى يا اما نصبغه السمير، يبقى خلاص لو طلعت يبقى خلاص بوزيتيف، مفيش داعي استنى الكالتشر، الكالتشر بتاخد لها حوالي اربع اسابيع. الكالتشر لو هعملها ان نزرع بقى في ميديا معينه اللي بيحط لها بيض اللي هي الدورسيتس ايج والليفنستاين جينسون او الليكويد اللي طالعه حاليا دلوقتي، دي بتاخد فتره اربع اسابيع. طب ايه فائدتها الكالتشر؟ اولا هتقول لي ان ده ليفنج اورجانيزم تمام، طب ما انا قدامي العيان بيكح وتعبان يبقى غالبا ليفنج، مش مشكله، المشكله في العلاج بعدين لما انا بدي العلاج واعمل ايه واعمل سمير، طب ما هو هيطلع بوزيتيف، يبقى انا كده علاجي ما جابش تاثيره. لا، الكالتشر ليها فايده ساعتها، ان هو لو ليفنج اورجانيزم هيبان في الكالتشر، لو هو ديد وانا العلاج بتاعي جاب تاثير مش هيبان. يبقى الكالتشر ميزتها في كده. ليها ميزه ثانيه الكالتشر بتاعت التي في، هي مش غاليه يعني، عندنا في مصر مزرعه الدرن ممكن تبقى ب 35 جنيه او ب 40 جنيه يعني، ما اعرفش بقى هيبقى، لكن هو مش غالي، بس بتقعد اربع اسابيع. ميزتها الثانيه لما اطلب كالتشر اطلب كمان معاها سنسيتيفيتي للدواء، ابتدي اسبق بيها في الاول. ليه؟ افرض ان انا اديت العلاج، هي بتقعد بعد اسبوع شهر لشهر ونص، اديت العلاج والعيان مش متحسن وقاعد فيفرش وقاعد بيكح ومفيش اي تحسن، هو نفسك العيان يقول لك انا مش متحسن، يبقى غالبا ده تبع الام دي ار، تبع المالتيبل دراج ريزيستنت، المشكله اللي احنا بقول لحضراتكم بنقابلها بقوه الايام دي السنين الاخيره يعني. فاذا انا لما اعمل كالتشر بدري اشوف ريزيستنت لمين، يبقى اطلب كالتشر وسنسيتيفيتي تمام.
لو ريزيستنت للادراجز الشهيره للاسف اللي هي في التي بي اللي هم السكيلتون بتاع الانتي تبيكال دراجز اللي هم الريفامبسين والاي اي ان اتش، يبقى بدري بسرعه اعرف عشان ابتدي ادخل السكند ريزيرف دراجز او ادخل ادويه ثانيه للعلاج بتاعي من الاول، واغير في الريجيم نفسه، ما اخليهوش الريجيم اللي انا ماشي عليه. يعني تمام، يبقى دي فائده الكالتشر. حاليا بيعملوا البي سي ار، برضو احنا عندنا مش غالي، يعني بيتعمل في المستشفيات الحكوميه، لكن اذا اتعمل برايفت بيكلف حوالي 250 جنيه او 300 في التوبركلوزس. عيبه انه هيقول لك انه بوزيتيف لو انا السمير كان نيجاتيف. يعني ايه؟ يعني انا عملت دايركت سمير سبيوتم اسمه تحليل بصاق متكرر للبرن، عملته للبيشنت وطلع نيجاتيف، بس انا شاكك انه لا شكله تي بي، يبقى اعمل ايه؟ مش باين. يبقى دايما اللي بيعمل امبليفيكيشن، تمام، اللي هو النيوكليك اسيد امبليفيكيشن كان اسمه النات في الاول، البي سي ار ده غالبا هيعمل لي امبليفيكيشن لو بصلاي واحده هبان كويس، تمام، يبقى انا اعمله ده. بس عيبه ان لو البصلاي بعد كده مع العلاج ديد، مش هيفرق الديد من الايه، زيه زي السمير، فلازم هعتمد على الكالتشر عشان اشوف العيان مستجيب ولا مش مستجيب. الحاجه الثانيه في البي سي ار انه ما بيعملش سنسيتيفيتي. طب انا عايزين الكالتشر عشان السنسيتيفيتي، فطلع دلوقتي بس ايه، طلع نوع جديد منه اسمه الاكسبرت، وده بيشوف السنسيتيفيتي بس بيشوفها للريفامبسين بس، ما بيشوفش الباقي الادويه باقي الحاجات. تمام، يبقى ده ملخص التي بي. انا شفت البيشنت، خدت منه الهيستوري، فحصته، شاكك انه عنده تي بي، طبعا انا مش لازم ابقى عجوزه قوي كده عشان اعرف ان عنده تي بي. بعد كده عملت تشيست اكس راي اللي هو الانيشال، تمام، عملت المانتوكس، عملت التوبركلين تيست، فالشك زاد، لقيته بوزيتيف ولقيت الاكس راي فيها ايبيكال شادوز موجوده، او عملت الانترفيرون جاما ريليز اسي الاجره، تمام، يبقى بعدين هعمل سبيتوم كالتشر. هعمل سبيتوم كالتشر، هبتدي علاج، هبتدي تريتمنت، تمام، واعمل الكالتشر عشان خاطر اراجع نفسي بعد شويه. تمام، يبقى ده كده ملخص. ودي الزيل نيلسون ستيم بتاعت التي بي، واضحه منظر البصلاي، عددها مش كبير قوي لكن واضح، واضح ان هي واضحه جدا وباينه في الزيل نيلسون ستيم. تمام، طيب بعد كده هزرع، هزرع فين؟ في سوليد ميديا، مش عايزه يعني، انا عارفه الصيام وكده، مش هعملها يعني. بسريعا كده ده منظر الكالتشر بتاع التيبركلوزس، بيبقى لونه كده ميلكي وايت، وادي ده التربدنس اللي حصل في الميديا، اسميها على حسب الدكاتره اللي اكتشفوها، وده طالع حديث دلوقتي ليكويد. الباكتيك ده بياخد وقت اقل، يعني ده ممكن يخلص في اسبوعين، فده بنستخدمه اكتر دلوقتي الليكويد. وليه؟ وفي حاجات منه طالعه اسمها الام جي اي تي انكيوبيتور، والام جي اي تي ده نوع من الليكويد ميديا، دول نتائجهم اسرع شويه، يعني بنتكلم في 14 يوم 12 يوم بتظهر النتائج ويعملوا سنسيتيفيتي دول. تمام، ده الجين اكسبرت اللي هو دلوقتي بيتعمل عن طريق النيوكليك اسيد امبليفيكيشن، وبيشوف الريزيستنس غالبا للريفامبسين. طيب عملت ايه للبيشنت؟ احنا دلوقتي هنشوفه يعني عملي على كيس. هي الكيس 23، ده الايج اللي احنا قلنا اللي هو الصغير بتاع التوبركلوزز، اولد مان presented with a 4-week history of coughing، دي كرونيك كاف كده اكتر من 3 اسابيع كاف، بس لا معاها بيبقى بريسلسنس ماليز. تمام، البيشنت لوست، ودي نقطة مهمة، 4 كيلوغرامز ان ويت، نو هيستوري اوف نايت سويتنج، مش مشكلة ولا هيموبسيس، مش لازم يبقوا يعني 100% كل الأعراض موجودة. دي نقطة مهمة، الاكسبوجر هيستوري، هو راجع من باكستان، وقلنا إن دي تبع الألوان الغامقة، الباكستان والهند والصين وجنوب أفريقيا وجزء من أمريكا اللاتينية، دي أكتر دول إنديميك فيها التوبركلوز ونسبته عالية. ليه حوالي شهرين، يبقى دي نقطة مهمة في الهيستوري. يبقى أنا أحط، لازم نقول إيه، تي بي أور نت تي بي، يعني أحط التي بي في المايند عشان أشوف التي بي يطلع تي بي ولا ما يحطش تي بي، يعني أنا ده ما أتعاملش معاه وأديله بقى أدوية كحة وخلاص. تمام، يبقى دي نقط مهمة في الهيستوري. أون إكزامينيشن البيشنت كان مايلد بايركسيك، زي ما قلت لحضراتكم بتبقى حرارة 37.8، نو إيفيدنس جنرالي، مفيش كلابينج، مفيش أنيميا، دي مش مشكلة، بس في كريبيتيشنز واضحة، دي نقطة مهمة. الكريبيتيشنز على فين؟ على اللونج إيبكس. يبقى لما الاقي بيشنت عنده كرونيك كاف واسمعه بالسماعه الاقي فيه كريبيتيشنز على اللونج ايبكس ولو جريد فيفر، مهم جدا الكلام ده في وجود الاكسبوجر هيستوري، ده يشير الى ان الابر لوبس الاثنين فيهم مشكله او حتى لو واحد منهم. تمام، هنسمع بقى اللي سمعناه بالسماعه. Thank you.
تمام، يبقى ده الصوت اللي احنا سمعناه على اللانج ايبكس، واضح؟ تمام، انا اخترت ده بس ما اخترتش، ما في كافيتي ممكن اسمع عليه برونكيال بريزنج الكافيتي، لانه البرونكيال بتاع التوبركلوزز بتاع الكافيتي تحديدا بيبقى له بيتش، بيبقى شبه الفيزيكلا شويه، فانا مش عايزه الخبطه. تمام، فخلينا في الكريبيتيشن بتبقى واضحه. يعني انا مسمع، ممكن اسمع عليه كافيرنوس بريزنج برونكيال عشان في كافيتي، وممكن اسمع عليه الكريبيتيشن بتبقى واضحه جدا. تمام، يبقى احنا سمعنا بس الصوت اللي هو واضح جدا في عينين التيبي اللي بتبقى الكريبيتيشنز، والمكان مهم جدا، المكان مهم جدا في وجود الكريبيتيشن، لان هنسمع امراض تانية بعد كده الكريبيتيشن مش في الحته دي، في اماكن اخرى. تمام، طيب شفنا عملنا له اكس راي، قلنا الانيشال تيست انا في حاله زي دي لازم هعمل له اكس راي. عملنا اكس راي، لا الايبكس دي مش كويسه ابدا. الايبكس دي هل هي زي البيز هنا دي زي دي؟ لا طبعا، في هنا ديفيوز ريتيكولار شادوز، واللي هيركز هيلاقي كافيتي ولي وول. تمام، في كافيتي ولي وول، فلكن المهم الابر لوبس ده، الاثنين دول حد عايز اكسبيرينسد وعدى عليه المنظر ده كتير، ده منظر التي بي على طول يعني بنشوفه في التوبركلوزس. تمام، طيب هنعمل ايه كمان عشان نتاكد؟ هنعمل التوبركلين تيست لو حد مش متاكد. التوبركلين تيست اهو دي طريقته، انتراديرمال انجكشن، ولازم تعمل البليب دي لازم، لو ما عملتش لا يبقى مش هينفع، لازم نعيدها تاني. خلاص، بنعمله اللي هو البليب دي اللي هو الانترا ديرمال بيتحل، وبخلي العيان يجي لي تاني بعد يومين او ثلاثه، او نقول له اول ما يظهر احتكاك، وطبعا نقول له ما يجيبش عليها ميه، ما يقربش منها. فالبيشنت ده عمل التوبركلين تيست. تمام، التوبركلين تيست ده سريعا يعني امتى اعتبره بوزيتيف؟ لو اكتر من 10 مللي بوزيتيف. ثانيا، ما نحسبش الاريسيما، الاريسيما اللي هو اللون الاحمر ده ما نحسبوش، لازم يكون احط بايدي واشوف الانديوريشن وبعدين احسب الحته اللي فيها الانديوريشن. مش كل اللون الاحمر ده بيتحسب الجزء اللي انديوريتد فقط. بوزيتيف الشور اكتر من 10، وان كان في بعض السيركمستانسز بنحسب اقل من 5، ما بنحسبش اقل من 10، هقولها لحضراتكم دلوقتي. تمام، اللي واخدين بي سي جي ممكن يحصل كروس، بيدوا رياكشن فما يعتدش بيه، لازم اسال لو لقيته بوزيتيف اقول له انت واخد بي سي جي قبل كده ولا لا. تمام، ادي ده الايه امتى اخده اقل، امتى اخد اقل من 10 مللي. لو واحد ما استناش بقى بتاع الاتش اي في، والا لو استنيته لغايه ما يبقى 10 مللي هو الاميونيتي بتاعته ضعيفه اصلا، يبقى هيطول. فده اي رياكشن باخده بتاع الاتش اي في لو لقيته 5 مللي بس بعتبره بوزيتيف. اي واحد اكسبوزد حتى الحاله تي بي لازم انا ما استناش، لغايه لان لو استنيت هيبقى ديزيز بروجريس ده عنده، انا الحقه في الاول. فلو في بوزيتيف هيستوري جامد، لو واحد عامل بقى ترانسبلانت او واخد ستيرويد او عنده مشكله في الاميونيتي، ده ما استناش عليه، ده ما استناش، ده احنا بناخد فيه إليه. لكن هو تيبيكالي بيبقى 10 او اكتر، ودي الاريسيما ما بناخدهاش، بناخد الانديوريشن فقط، وبنعمل علامه بالقلم الجاف على منطقه الانديوريشن هنا ومنطقه الانديوريشن هنا، وفي مسطره اسمها مسطره التوبركلين بنقيس بيها قد ايه. واضح ان دي ايه اكتر من، احيانا بيحصل رياكشن كبير جدا، ده لو واحد كومبليتلي هيلسي على طول، ده نقول ده غالبا عنده تيبركلوزز لانه هو هيلسي جدا والاميون سيستم كومبتنت، فعمل رياكشن جامد جدا بقى 15. يمكن ده حد جنبه عنده تي بي، عنده هو الاميونيتي او تشايلد او انفانت، بيدي ال 10 مللي. لكن لما يبقى واحد كومبتنت جدا تمام، وما فيش منطقه اصلا للتي بي، ولا امايجرانت من حته، ولا بيشتغل في هيلث كير فاسيلتي وبيتعرض للتيبركلوزز، ده واحد ملوش علاقه خالص بالموضوع، فده بقى لما نلاقيه بيبقى غالبا 15 مللي او اكثر. اني هاو نفتكر دايما عشان برضو توكات شورت انها 10 مللي سنتي او اكتر معنى تي بي، الا في سيركمستانسز معينه. البيشنت تريتد وخد اي ان اتش وريفامبيسين، دول اهم دوايين عندنا في التوبركلوزز، وكمل في انيشال فيس ورابت فيس، العلاج كله بيبقى حوالي 6 شهور. تمام، خد الاول الاي ان اتش والريفامبيسين اللي هم الستون بتاعتنا في العلاج، وخد معاهم بيرازينامايد، ممكن ياخدوا ايسامبيتول برضو. تمام، وبعد كده هو بنسيب اثنين وبنخلي باثنين نكمل بيهم الاربع شهور، اللي هم الاساسيين الاي ان اتش والريفامبيسين بنكمل بيهم الاربع شهور، وعملنا له الاكس راي بعد ما خد العلاج. طبعا في النص بنعمل له، لكن دي الكومبليت اكس راي. بعد كده طبعا البيشنت اتحسن جدا، تقريبا نورمال، وان كانت سابت طبعه بسيطه كده، لكن اسمها ستيجما اوف تي بي، يعني بتفضل معاه طول عمره، لكن دي فايبروز ونورمال، والبيشنت اتحسن جدا وبقى جيننج ويت بعد اول شهر. بعد اول شهر البيشنت بيحس يعني، ممكن كمان بعد اول اسبوعين وثلاثه، طالما انه ما عندوش دراج ريزيستنس. تمام، يبقى انا عندي الاحتمالات اللي كانت يا اما بوزيتيف تيست وكانت الاكس راي احتمالات بصفه عامه، والاكس راي نيجاتيف اعمل ايه؟ بوزيتيف السكين تيست، طيب عنده تي بي كده بس ما بيشتكيش، واحد تاني غير ده احنا بتاعنا ده،
واحد عنده، انا بتكلم على الاحتمالات بتاعت العيانين، يا اما بوزيتيف تيست ونيجاتيف اكس راي ما فيهاش وهو كلينيكال ما بيشتكيش، يبقى ده اسمه ليتنت تيوبركلوزس. الليتنت تيوبركلوزس ده خطير جدا، ده اللي بيشمل ثلث سكان العالم بعد ما نشيل منهم الاكتف. ناس كتيره حوالينا عندها ليتنت، عندها في فوكس موجوده قليله ما بتطلعش باسيلاي، الجسم متعامل معاها مش مديه سيمتومز اساسا، بتبان بالبوزيتيف سكان تيست. عشان كده حتت التجمعات والكراودنس والمستشفيات واماكن الهيلث كير سنترز كلها، وبالذات الاقسام اللي بتتعرض للمرضى بصفه عامه، محتاجين يعملوا بوزيتيف سكان تيست. وفي ناس كمان تتشدد وتقول لك المفروض يتكرر انيوال يتعمل لهم التوبيكولين تيست. اذا لقيت اللي الاقيهم بوزيتيف من الاول خالص اديهم اي ان اتش، بس عيبه ان الاي ان اتش بتاخد فتره طويله. فدلوقتي طالع ان انت ممكن تدي ريفامبيسين بيقعد فتره اقل، يقول لك انا ما عنديش حاجه عشان اخده، للاسف بيبقوا نون كومبلاينت للريجيمين. لكن لا، لو اتعملت بجد هتقلل جدا من موضوع انتشار التوبركلوزز، لان ده هو كويس وما خدش تريتمنت، بس نقلوا الانسان اميون كومبرومايزد، نقلوا لحد تاني والحد التاني هو اللي جاله بقى اكتيف ديزيز. خلاص تبقى اول نوع بوزيتيف تيست نيجاتيف اكس راي نيجاتيف سيمبتومز، النوع الثاني بوزيتيف تيست بوزيتيف اكس راي، ده الحاله بتاعتنا اللي احنا شفناها، الاكس راي كانت واضحه، السكن تنس كان واضح، ده خد العلاج كله اربعه في الاول وبعدين كمل باثنين وكمل الست شهور. طيب الاحتمال الثالث بقى نيجاتيف تيست نيجاتيف اكس راي، خلاص ده ما ياخدش حاجه. لا، بيقولوا انه في الانديميك كانتريز والكانتريز اللي فيها التي بي منتشر عادي، وحاطين ان احنا بنديها بعض الدول بتدي اوبليجاتوري وبتدي البي سي جي فاكسين، او خليها بدل كده ما تبقى اوبليجاتوري، اللي هيشتغل في هيلث كير فاسيلتي بيشتغل في مستشفيات في معامل البكتيريولوجي اللي معرض الى التي بي، هو ده اللي ياخد البي سي جي فاكسينيشن بعد ما يعمل التوبركلين تيست الاول. تمام، ولازم يطلع ايه؟ لازم يطلع نيجاتيف عشان ياخد البي سي جي فاكسين، ما ينفعش اديه له ابدا والعيان بوزيتيف. اخر حاجه هنتكلم فيها، عندنا مشكلتين، مشكله اللي احنا قلناها الليتنت سريعا، الليتنت تيوبركلوزز الباسيلاي ان اكتيف قاعده مستنيه الدور، نون انفكشوس مش قوي، هو انفكشوس ولكن بدرجه اقل، هو نفسه معرض انه يحصل له انفكشن، وده انا بخاف عليه، ان هو نفسه هي فعلا الليتنت تيوبركلوزز تعتبر الى حد ما مش خوفي على انه يعدي غيره، لانه الباسيلاي عددها بسيط ودورمنت جواه، خوفي انه يعدي نفسه. يعني بعد فتره لاي وقت من الايوات، واحده في ميل وجات بريجننت، حد جاب ياخد خد كورس ستيرويد لاي سبب من الاسباب، تعرض الى ستريس حتى، ممكن يتحول الى اكتف كيس اوف تيوبركلوزز. فده بيبقى بوزيتيف البي بي دي اللي هو البيوريفايد بروتين ديريفاتيف او التوبيكين تيست، اي سيمبتوماتيك، الاكس راي نيجاتيف، العلاج بتاعهم دول بياخدوا 9 شهور طويل، دلوقتي طالع 4 شهور بس الريفامبيسين، وبنطول شويه في الاطفال. تمام، يبقى بيكفي انه بيقضي على العدد البسيط ده مونوثيرابي، الحاجه الوحيده اللي بندي فيها مونوثيرابي، احنا ما بنديش ابدا في التوبركلوزز مونوثيرابي، دايما في التوبركلوزز بندي 3 و4. تمام، المشكله الثانيه ان حصل عندنا الدراج ريزيستنس كمان دلوقتي للاسف، حاجه اسمها الاكس دي ار، الاول كانت ام دي ار اللي هو المالتيبل دراج ريزيستنت تي بي، ده اللي منتشر. الاكس دي ار يعني الحمد لله مش كتير، انه ريزيستنت لكل حاجه حتى الجديد اللي لسه بيجربوه. ايه بقى الجديد اللي بنجربه؟ اولا لو حصل دراج ريزيستنس الريجيمن اختلف بقى طويل، حتى طويل في الحروف في الابريفيشنز بتاعته. ايه بقى اول حاجه؟ حاجه اسمها انيشال فيز، دي في اللي هي شهرين اللي قلت لحضراتكم عليها، بناخد فيها اربعه دراجز، كنا ريفامبسين والاي ان اتش والبايرازينامايد والايسامبيتول، ده في الحاله اللي فاتت، وبنكمل باربعه فقط 6 مانث ريجيم. الاربعه شلنا منهم البايرازينامايد والايسامبيتول ليه؟ علشان نقلل التوكسيستي، هي عيبها بصراحه ان هي هيباتوتوكسيك الجروب دي وبتعمل مشاكل على راسهم الهيباتوتوكسيستي وان كانت ليها سايد افكتس ثانيه، فبنقلل السايد افكت. ثانيا الانيشيال فيس قتلت اكبر عدد مهم جدا من الباسيلاي اللي قاعد ده للصدفه، كل شويه سلولي جروينج، قعدت دورمنت في حته بموتها بالبطيء. تمام، فالانيشيال فيس هنا بقى لا، الانيشيال فيس ممكن توصل لسنه في الام دي ار والاكس دي ار اللي هو الدراج ريزيستنت الحالي للاسف اللي موجود. ورجعوا على فكره يحتاجوا تاني المستشفيات، لان العيانين بيعوزوا عزل، لانه لما هيعدي حد هيعديه بهذه السترين اللي لا تستجيب الى العلاج. فالانيشيال فيس طولت، بدل ما كانت شهرين هنا وصلت لغايه سنه، من 6 الى 12 مانثس. الحاجه الثانيه ما ابتدتش باربعه دراجز، ابتدينا ب 7 دراجز كله، خدنا اثنين من القدام الريفابايوتين كمان اتغير اسمه اللي هو الار، وضفنا الاي ان اتش بهاي دوز، وبعدين ضفنا بقى كابريومايسين، برا امينو ساليسيليك اللي كان زمان، السيبروفلوكساسين والموكسيفلوكساسين تبع الكينولونز، الكلوفازينين، لينزوليد، اموكسيكلاف، كل دي دراجز ابتدينا بيها كتير جدا، مين هياخد؟ عشان كده لازم بيحطوها في المستشفى. الحاجه الثانيه اسمها الكونتينيويشن فيس، اللي كانت 4 شهور دلوقتي بقت 18 شهر، سنه ونص توتالي، سنه وسنه ونص العيان بيدخل في 3 سنين علاج، حاجه مزربل يعني.
بندي ايه بقى؟ بندي 6 دراجز، كل اللي شلناه واحد فقط، تمام؟ بندي برضو البراماين والموكسي فلوكساسين والهاي دوز اي ان اتش، كل اللي شلناه الكابريومايسون، كلوفازيمين، لينزوليد، اموكسيكلاف. طبعا الدوزز بتتعزب ويبقى وزنه كشكتك طبعا واقل من 45 ولا اكتر من 45 عشان التوكسيستي بتاعتها، وادي الدراجز بالدوزز بتاعتها، تمام؟ باقي لي بس مشكله بسيطه دلوقتي عشان خاطر الريجيمنز العيامه بيبقاش ستريكت، يعني ما بياخدش العلاج. واحنا بنشوف كنا الحاله تيجي ياخد مره وياخد، وبالذات بعد اول شهر لما يحس نفسه اتحسن. فراحت ال WHO طلعت لفظ ما اعرفش حضراتكم لو سمعتوه اسمه الدوتس. الدوتس يعني الدايركت اوبزرفد ثيرابي، يعني انا اديه قدامي مش الستاف ممبرز طبعا ولا الدكاتره، بيبقى الهيلث كير اللي بيساعدوهم بيخلوا البيشنت ياخد العلاج قدامي سواء في الست شهور او في عندنا حالات بقى ما خدش علاج لمده شهر، رجع بوزيتيف تاني بعد ما كان نيجاتيف، قاعد بوزيتيف ما تحسنش، كل دي بيدوها في الدوتس يخليه ياخد العلاج بتاعي. بس اللي كويس وماشي حلو بيدوهوله الدوتس قدامهم لمده 6 شهور بس، بس فوت شهر رجع له تاني اتضرن ورجع له تاني بعد ما كان اتحسن منه، ديفولتر، ديفولتر يعني معناها بياخد يوم ويبطل يوم، يبقى ده بنزود له بقى، بنزود له الريجيمن بنخليه 2-1-5 يعني بيمشي لمده 8 شهور، ده اللي هو حصل عنده شويه ريزيستنس شويه، تمام؟ اخر نقطه البريجنسي. طب اعمل ايه لو البيشنت بريجننت وجالها تيبركلوزز؟ ودي من ضمن البيشنت بيبقوا فيه فعلا منهم كتير بريجننت عشان الاميون سيستم عندهم بيقل. ايه اللي انا اخاف منه؟ انا لازم اكمل الانيشال فيس لازم بالاي ان اتش، ما اقدرش والريفامبسين لانه دول البكتيريا سايدال دراجز. الاسامبيتول ما فيش منه خطوره قوي مع البريجننسي، وليه خطورته في الاطفال بيعمل حاجه اسمها كولر بلايندنس او اوبتيك نيورايتس، فاحنا بنديهولها. لكن اللي بشيله بصراحه الايه البيرازينامايد لان عليه كلام كتير عشان التراتو جينيسيتي فما بنديهوش. الستريبتومايسين لو هي بقى هاخدها، الستريبتومايسين كنا بنديه في الاول لو البيشنت ريزيستنت او مش متحسنه بدفور بعض العيانين، لا هنا مش هنقدر لانه الستريبتومايسين معروف ان هو بيعمل للبيبي بيبقى نيفروتوكسيك وتوكسيك للاوديتوري نيرف، فممكن يطلع البيبي ديد ويحصل عنده مشاكل في الكيدني فبنبعد عنه. يبقى اذا هنعمل ايه في لو هي بريجننت؟ هنديها اي ان اتش وريفامبسين واسامبيتول، هنديهم لاول شهرين بما ان احنا شلنا البيرازينامايد هنطول الكونتينيوشن فيس فبنديها العلاج لمده 8 شهور، يعني هنكمل الكونتينيوشن فيس 6 بدل 4. دايما بنضيف اي ان اتش مع الاي ان اتش، نضيف معاه بيرودوكسين او فيتامين بي 6 لانه بيعمل ده مشهور خالص انه بيعمل نيورايتس بريفرال نيورايتس، فلازم تضيف معاه بالذات البريجننت هنديها معاها بايرودوكسين، تمام؟ دي النقط كلها المهمه بالنسبه للتيوبركلوزس. حاولت على قدر الامكان في خلال ساعه ان انا يعني سريعا كده التيوبركلوزس از اكيورابل ديزيز، محتاج علاج انتنسيفايد، محتاج ادهرنس للبيشنت للعلاج، تشخيصه سهل ما هوش صعب، يا ريت ندي اهتمام للأماكن الحالية الموجودة ومخيمات اللاجئين، نحاول ندور ونكتشف حالات بدري فيها علشان ولو حتى بالبي سي جي فاكسين علشان خاطر نعمل لهم إراديكيشن. الأنتي توبركلوس دراجز إفكتيف إلى حد ما، وإن كانت دلوقتي أنا بقول إلى حد ما عشان موضوع الريزيستنس، بس يعني ده تقريبا على الله يعني إيه أكون أوجست إن شاء الله في التوبركلوس. Thank you very much، ولو في أي بقى سؤال أنا مع حضراتكم.